بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تقدم الشريط الثالث من أشرطة اللمسات المؤمنة للأسرة المسلمة للشيخ أحمد القطان. الحمد لله رب العالمين الذي يجمع بين الأرواح ويؤلف بين القلوب. الحمد لله الذي أمر المؤمنين أن يفرحوا بفضله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم إنا نفرح ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ونفرح بالإيمان والإسلام والقرآن والإخوان، غير بطرين ولا أشرين. ونسألك اللهم أن تجعل فرحتنا متواصلة في الدنيا والبرزخ والمحشر والقرار، وأن تجعل أخطرها وأعلاها يوم النظر إلى وجهك، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وهذا الدرس الثالث بعنوان اللمسات المؤمنة، وجعلتها لمسات خفيفة لطيفة تمس حياة المؤمنين رجالا ونساء، أسأل الله أن ينفع بها المسلمين. بعض المسلمين يظن أن القذارة من الإيمان، ويستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. فإذا أردت أن تصفه تستطيع أن تقول فيه: أصابعه مرق، وإبطه عرق، وثيابه خرق، إن تكلم زعق، وإن صمت انغلق، وإن نادى نعق، وإن تعشى شرق، وإن تمشى انزلق، وإن تمط انفتق، وإن تغطى انخنق، وإن تبخر احترق، وإن تثاءب شهق، وإن عطس بزق. فإذا قلت له: يا هذا اتق الله، إن النظافة من الإيمان، أجابك بسرعة: إن البذاذة من الإيمان. ولم يعلم أن الذي قال هذا الحديث إن البذاذة من الإيمان كان المسك يسيل من مفرق شعره، فتأخذ أم سلمة رضي الله عنها من عرقه لتطيب أبناءها في العيد. وكان أول ما يفعل عند دخوله البيت واستيقاظه من النوم أن ينظف فمه بالسواك، ولا يأكل الثوم والبصل، وحتى في اعتكافه يجعل رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها لكي ترجل له شعره، ويحب اللباس الأبيض وذلك من نظافته. وخادمه أنس
يقول: لم أصافح يدا أطيب من يد رسول الله ولا ألين. عجبا لبعض الأزواج الذين يحسبون القذارة عبادة، فابن عباس يقف أمام المرآة يتزين، فإذا سألوه عن ذلك قال: أتزين لأهلي؟ فإن الله يقول في كتابه: ولهن مثل الذي عليهن. عليهن التزين للرجال الأزواج، ولهن أن يتزين الأزواج للزوجات. اللمسة التالية بعنوان الدماء الزرقاء. تأتيني رسائل كثيرة يشتكي بها أخوات مسلمات يعانين من العادات والتقاليد البائدة. تقول إحدى الأخوات في رسالتها: أنا فتاة مسلمة من دولة خليجية قبيلية ولست خضيرية. القبيلية بالمصطلح الكويتي أصيلة، والخضيرية البيسرية التي كما يزعمون أنها لست ذات أصل وفصل وهمز وواصل. تقول: خطبني كثير من الخطاب، ردهم أبي عند الباب، سأل عن أصلهم وفصلهم فقرر أنهم لا يصلحون وإن كانوا يصومون ويصلون. فالأصيل له أصيلة والفصيل له فصيلة. تعرفون الفصيل؟ هذا ابن الناقة، إذا كبر وفطن من الرضاعة وانفصل عن أمه اسمه فصيل. إن عقدة الدماء الزرقاء لم تكن عند الألمان فقط ولا الإنجليز، بل في بعض بيوت بناتها يطويهن الحزن والهم. ذهبت زهرة الشباب والخطاب يخرجون من الباب ولا يعودون. تقول البنت الحزينة: لماذا يا والدي رددته؟ الوالد: رأيته لا يناسبنا وليس من ثوبنا وما هو بأصيل. البنت الثانية: لكن يا أبي هو شاب صالح لا يعرف سوى المسجد والبيت. الوالد: ماذا أقول للناس عنه وهو ليس منا ولا فينا. البنت الثالثة: يا والدي العزيز، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. البنت الرابعة: يا والدي الكريم، ضع نفسك مكان هذا الشاب الصالح، فما شعورك وما موقفك لو ردك جدي والد أمي يوم أن تقدمت لخطبة أمي منه؟ البنت الخامسة: يا أبي، يقولون إن ولد الولد أغلى من الولد، ونتمنى لو كانت في بيتنا طفلة صغيرة تنور البيت بضحكاتها وتفرح الدار بحركاتها. البنت السادسة: الله يسمع منك يا أختاه، سأحيك لها طربوشا بيدي وأحملها بين ذراعي. البنت الصغيرة السابعة: سوف أعطيها كل ألعابي وأشتري لها كل ما تريد من حصالتي الخاصة. الوالدة الحزينة تتأوه ثم تقول: الله كريم، وذلك بعد عمر طويل إن شاء الله. كلمة عمر طويل هذه لها مغزى، حيث أن الأم
والبنات أصبحوا الآن يتمنون موت الوالد حتى تنحل هذه العقدة بموته. ولكن الوالد العاقل أدرك ذلك بفطرته وقال: يا بنياتي الحبيبات، سمعا وطاعة لله ورسوله، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وإني وافقت على زواج ذلك الشاب الصالح. صاح البنيات جميعا فرحين: متعنا الله ببقائك يا والدي، وعافاك من كل بلاء. اللمسة التالية بعنوان الرياحين الصغار. الرياحين الصغار هما ريحانتاي من الدنيا. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين رضوان الله عليهما وعلى أبيهما وجدتهما خديجة أم المؤمنين. أحبتي في الله، إن قبلة الوالد لأطفاله الصغار ليست مجرد قبلة، بل هي قبلة وشمة واستنشاق وضمة. فهم رياحين، رياحين صغار، لا تزال رائحة الفطرة فيهم، فرائحة شعر الطفل الرضيع مميزة لا تشبهها إلا رائحة ريش صغار الطيور في غابات الزهور في أوقات البكور، يتحدر منها قطر الندى كأنه اللؤلؤ الرطب في نحور الحور. والأب يتلهف إلى ملاعبة ولده، فلا تزعجيه أيتها الأم بإهمال الحفاظة، إذ تنتشر منها رائحة ساعة الملاعبة. وعلى الزوجة أن تعرف جيدا أوقات فراغ زوجها وشوقه إلى ملاعبة طفله، فتنظفه وتطيبه وتلبسه وتحسنه حتى يصبح وردة على صدر والده. فحب الوليد من حب الوالدة، ونظافته عنوان نظافتها، وأناقته دليل أناقتها. وعلى الأم الحريصة على حب زوجها ورضاه أن تبعد أولادها عن المخاطر، فلا تتركه عند فرامة اللحم أو عصارة الفاكهة أو أمام النيران، لأن إهمال الطفل وإصابته بالضرر يؤثر تأثيرا كبيرا على علاقة الحب والمودة بين الزوجين. ويوم تفقد الطفلة أصابعها لن تعوض بعد ذلك. وعلى الأم ألا تترك ريحانة قلبها بين يدي الخدامة أو المربية زمنا طويلا، لأن الولد فلذة الكبد، فمن يرضى أن يضع قلبه بين يدي غيره، فضلا عن الخادمة التي لا تعرف دينا ولا خلقا. ولتذكر المرأة موقف أم موسى عليه السلام عندما فارقها، وذلك في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فكيف ترتاح عيناك يا أختاه وهي تنظر إلى عيون طفلك بين يدي الخادمة. اسمعي معي إلى قوله تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. أختي الحبيبة، أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض، إنهم ثمار الفؤاد ونور العيون، فقد ارتوت عروقهم من صدرك الطاهر، فلا تضيعينهم بيديك وأنت تشاهدين. واللمسة التالية بعنوان ضيف إبراهيم. إن بيت الداعية مأوى الدعاة الغرباء.
والضيوف الكرماء والإخوة الأحباء وجميع الأصدقاء. لقد كانت سارة زوجة إبراهيم عليه السلام مع كبر سنها وجلالة قدرها تقوم بتجهيز أحسن الطبخات وتشرف على أصعب الأكلات. وهل هناك أشق على ربة البيت من أن يفاجئها زوجها وقد أتى بعجل سمين لتقوم على تجهيزه وإعداده ووضعه للضيوف الكرماء؟ فقد جاء إبراهيم بعجل سمين لتعده لمن ظنهم يأكلون، فكانوا من الملائكة ولم يأكلوا، ولكن زوجته جهزته للضيوف فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فماذا نقول اليوم للأخت الداعية التي لا تعرف إلا أسماء المطاعم ولا تعرف أن تجهز بيضة واحدة؟ أليس من العيب أنها تعرف أن تأكل فقط؟ إن هذه المسكينة قد غفلت ولم تعلم أنها زوجة فاشلة. لماذا وهي الداعية لا تكون كفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام وهي سيدة نساء الجنة وابنة خاتم المرسلين التي أكلت الرحى من يديها وهي تطحن الشعير والقمح وتخبز الخبز لبيتها؟ ولا ننسى جمال القول النبوي وهو يصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الزوجة الناجحة حبيبة رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام وابنة الصديق رضي الله عنهما، إذ يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. ولا ننسى أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها الرميصاء، يوم أن جاءها زوجها يقول: ماذا أعددت لضيف رسول الله؟ فقال: الطعام الصبية. قال: شاغليهم حتى يناموا ثم قدم الطعام وقومي كأنك تصلحين السراج، فأطفئيه ودعي ضيف رسول الله يأكل حتى يشبع. فلما أجادت الطبخ وأجادت الضيافة وأصبح الجميع في ظلام، الضيف يأكل الطعام وهم يلوكون لعاب اللسان، وباتت الأسرة كلها جائعة. وفي صلاة الفجر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة الأنصاري: إن الله قد عجب وضحك لصنيعكم البارحة. اللمسة التالية بعنوان: لا تصفها ولا تصفيها. وهذه لمسة هامة، بعض المسلمين يصف أحد إخوانه أو الدعاة أمام أهله، وبعض الزوجات تصف إحدى الأخوات أمام زوجها ولا تعلم خطورة ذلك، فإن للشيطان مداخل في النفس البشرية وقد تنهدم الأسرة كلها على إثر ذلك. بعض الزوجات بطيبة قلبها وحسن نيتها إذا رأت أختا مسلمة عندها مسحة جمال ودفعة نشاط تأخذ في وصفها لزوجها ومدحها عنده وتكثر من ذكرها والثناء عليها في كل مناسبة تراها فيها، وهي لا تعلم أن القلب يعشق قبل العين أحيانا. وقد تكون هذه الزوجة تعيش مع زوجها في أحسن حال وفجأة تبدأ الحياة تتعكر بينهما وهي لا تدري ما سبب ذلك، إذ يتدخل الشيطان ليكمل هدم هذه الأسرة لأنه وجد الطريق مفتوحا. يبدأ الشيطان بالزوج فيشغله دائما ببذل الحيلة واستخدام كل وسيلة
لرؤية تلك المرأة، ويأخذ في تتبع أخبارها ومعرفة أحوالها، وهل هي متزوجة أو غير متزوجة، ويبحث عن عنوانها ويسأل عن عمرها إلى آخره. وقد يكون مع أهله في الفراش، فيوهمه الشيطان بها ويتخيل أنها بين يديه. وما هناك من تهويمات وخيالات شيطانية ووساوس لا يثبت ساعتها على الحق والحلال إلا الله. ثم يبدأ ذلك الزوج يكره زوجته، ويتفنن في إيذائها وإلصاق أقبح الصفات بها أمام الآخرين، وذلك ليعطي نفسه المبرر والعذر بذلك الطريق الشيطاني الذي سلكه، والذي دفعته إليه الزوجة حين وصفت له المرأة وهي لا تعلم. وقد نهى الشرع عن وصف محاسن النساء للرجال أو محاسن الرجال للنساء. قد يكون في هذه الأسرة أولاد، تنقلب الحياة إلى جحيم لا تطاق، الزوج لا يتجرأ على التصريح بتعلقه بتلك المرأة لأسباب مادية أو نفسية أو اجتماعية، ولكنه يختلق المشاكل التي تعصف بكيان الأسرة، فيتشرد الأطفال، ويقبل الرجل على اقتراف بعض المحرمات كالتدخين، ويقوده الشيطان إلى حبائل الخمر وسبل الرذيلة وطرق المخدرات، فيهمل بيته ويترك تربية أولاده. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم القائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. وقد جاءتني بعض المشاكل إذ بغض زوج زوجته، وأخذت أطرح عليه بعض الأسئلة، وتوصلت في النهاية أن السبب هي الزوجة، إذ وصفت إحدى صديقاتها إليه فعشقها. اللمسة التالية بعنوان: هيت لك. قال معاذ الله. الشباب المسلم الذي يدرس في أمريكا وأوروبا والدولة الأجنبية الأخرى والدول الأجنبية الأخرى يظل سنين دراسته الطوال لا يقع في شباك امرأة عاهرة، فمن الذي حفظه ومن الذي عصمه؟ إنه الله. إن هذا الشباب لآية من آيات الله، ومعجزة من معجزة العفاف اليوسفي الصديقي الذي أثنى الله عليه في سورة يوسف عليه السلام، يوم أن قالت له امرأة العزيز اللاهثة شوقا إليه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولما تآمر عليه بقية النسوة ذوات المجتمع المخملي، وأخذت كل واحدة منهن تعرض مفاتنها، صاح صيحته الأخيرة: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إن الشباب المسلم الغريب يعاني كل لحظة من ذلك النداء الجنسي الذي يقوله بلسان حال أو مقال تلك المرأة: هيت لك، هيت لك. فسبحان الذي يثبتهم ويعصمهم، وإنه لدليل على عظمة هذا الدين وعمق تأثيره في نفوس أتباعه. في زمان يعصف مرض الإيدز بالكبار والصغار بسبب الفاحشة واللهاث الجنسي المنحرف. لقد كنت أثناء لقائي مع هؤلاء الشباب في أمريكا وأوروبا أنصحهم بالزواج المبكر، لهذا سمي الزواج إحصانا من الحصن يحفظهم من الوقوع في الرذيلة. ولكنني أفاجأ بين الحين والحين
أن يأتيني شاب يشتكي زوجته، يقول: يا شيخ، جعلت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك شعاري، فأخذتها لأنها محجبة. ولم يعلم المسكين أن الحجاب ليس كل شيء، المنديل الذي يوضع على الرأس ليس بدليل على أن هذه الزوجة صالحة للحياة الزوجية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وصلاح المرأة ليس بالمنديل الذي تضعه على رأسها فقط، وإنما كلمة صالحة شاملة، فهي أم في الحنان، وحبيبة في الفراش، وبنت في الطاعة، وأخت في الدعوة، وزوجة في الدنيا وفي الآخرة. فكلمة صالحة كلمة جامعة مانعة. الدنيا فيها شهوات وزينة وزخارف ومغريات، وفيها نساء وملاهي وإغراء وفتن، والذي يحفظ الشباب من ذلك كله إنما هي المرأة الصالحة. الصالحة من جميع الوجوه، وليس بالصلاح المظهري فقط كالحجاب مثلا. إن المرأة الصالحة هي التي تكسب قلب زوجها وتحفظه من مفاتن هذه الدنيا، هي التي تغني الزوج عن النظر أو الالتفات إلى سواها، وتسره في حضره، وتحفظه في أولاده وأمواله ونفسها في سفره، وتملك عليه نفسه في غربته فلا ينظر إلى سواها. لقد تقدم إلي بعض الشباب يشكو لي حاله مع أهله في غربته، يقول: يا شيخ، لقد سافرت في غربتي إلى أهلي وتزوجت أختا في الله، وحرصت على ذات الدين والخلق، ولما أردت الدخول بها لم أستطع، فقد رأيت امرأة هزيلة يقتلها الهم والخوف من المجهول، فقد امتنعت خلال فترة الخطوبة عن الطعام والمنام، وقد زاد عليها بعض أرحامها الخوف من التهويل، من تهويل تلك الليلة التي تسمى بليلة الزفاف، كانوا يخوفونها منها. ولقد رأيتها في غرفتي واجمة صفراء، وهي في خجل مستمر، ذلك الخجل المرض المزعج والذي يختلف عن الحياء، فإن الحياء لا يمنع من إعطاء تلك الليلة حقها، فالخجل جعلها واجمة، فلا كلام ولا ابتسام ولا انسجام، كأننا في ليلة عزاء، وعند الالتصاق بها يبدأ الصراع الرهيب. تتكشف أنها تحتاج إلى بطل كاراتيه حتى يستطيع أخذ حقه منها، فالأظافر طويلة تخترق الخواصر، ودموع كالغيث تكسر الخواطر، وكآبة مستمرة، وحزن متواصل، وفهم للدين قاصر، فهي لم تفهم من الحديث الشريف الطويل: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما حفظت من هذا الحديث إلا تربت يداك. أما قوله صلى الله عليه وسلم الطويل في وصف المرغبات في الزواج، لا تفهم من ذلك شيء، إنما هي تصلح لليلة عزاء عند فقد الأعزاء، وليس لليلة زفاف. اللمسة التالية بعنوان ثلاجة. قال أحد الأزواج: عنده في البيت ثلاجتان، إحداهما زوجته. وقال آخر: تعلمت غسيل الموتى فوق سرير النوم. وقال ثالث: أصبحت لا أفرق بين طعم اللحم والخشب. وقال رابع: تصور أنها تقرأ الصحف على ضوء الأبجورة في غرفة النوم. وقال الخامس المسكين: إنها تنام بعد الطعام
ولا تدري بعد ذلك ما حدث. نداء نداء أيتها الزوجات العزيزات، إن لغرفة النوم شغل وفاكهة، وآخر أعمالها النوم. قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. اللمسة التالية بعنوان قاصرات الطرف. للعيون حديث ألذ من كل حديث، فاقصري طرفك على النظر إلى زوجك، كلما دخل عليك تلقته عيناك بأحلى سلام وأجمل ابتسام، فلا يملك إلا أن يقول هامسا في أذنيك: عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر، عيناك حين تبسمان تورق القصون، وترقص الأضواء في نهر يرجها المجداف وهنا ساعة السحر. تذكري قول مولاك: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فالزوج المسلم له ذوق خاص، فهو لا يحب العيون الشيطانية ذات النظرات السينمائية، فإن حركات الأفلام يحبها شياطين الإنس والجن. أما نظرات أهل الإيمان من الوجوه المتوضئة لها طعم آخر وذوق رفيع، فرفيف جفون الزوجة المسلمة تسبيح عند الله، ورفع اللقمة إلى فم زوجها عبادة، وكأس العصير فيه عصارة حب صادق لا يملك الزوج إلا أن يردد قائلا وهو يشربه: لم يخلق الرحمن أحسن منظر من مسلمين على طريق واحد، وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد وعش بذاك الواحد، فإذا رآك المسلمون تذكروا أهل الجنان لدى النعيم الخالد. فإذا رآك المسلمون تذكروا أهل الجنان لدى النعيم الخالد. واللمسة الأخيرة أيها الأحباب بعنوان رضاعة في رحاب الوحي. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يقول الأطباء وعلماء النفس وأرباب السلوك: إن الطفل الذي يرضع من صدر أمه ينمو نموا سويا ويعيش قويا. فالطفل يرضع مع الحليب الحنان والرحمة والأخلاق والسلوك، لأن صدر الأم له رائحة مميزة تكسب الطفل الهدوء والطمأنينة عند الرضاعة، وبواسطة حاسة اللمس عند الطفل وقوة الذوق عنده يتعرف على من حوله. وقد روي أن الإمام أحمد رحمه الله رأى أحد أبنائه ترضعه جارية خادمة، فنزعه منها وأعاده إلى أمه، ووضع إصبعه في فمه وأفرغ الحليب من بطنه. ولما مرت الأيام وكبر الطفل كان يمر بحالة عصبية يصرع بها، فيقول الإمام أحمد: إن هذه من تلك الرضعة التي أخذها من الجارية. حليب الأم لا يعوضه غيره، فهو يتكون حسب عمر الطفل وحاجة جسمه إليه، وهو نظيف ومعقم. وكذلك الأطباء يؤكدون أن الأم التي ترضع طفلها لا يصيب ثدييها السرطان بإذن الله، كما أنها تتخلص من السمنة المفرطة فلا تحتاج إلى رجيم. والأمومة جوعة في نفس كل امرأة، وإن من كمال الأمومة الحمل والولادة والرضاعة، وبها تأخذ الأم حقوقها الثلاثة: أمك ثم أمك ثم أمك، لأنها حملت ووضعت وأرضعت. والأم تشعر وهي ترضع طفلها أنه يمص مادة حياته من جسمها، فتحس بالعطف والحنان تجاه أولادها، ويستمر هذا الحنان عند الأم حتى يكبر أولادها
فتشعر بهم أطفالا أمامها وإن كانوا كبارا. هذا شعور كل أم، وهذا الشعور بالحنان مفقود في القصور وحياة المترفات اللواتي يوكلن مهمة الأمومة إلى الخادمات اللواتي يقمن بدور الأمهات. لهذا نرى كثير من الأمهات المترفات والملكات في التاريخ قتلن أولادهن من أجل كرسي الملك. وينشأ الأطفال قساة القلوب قاطع الأرحام عاقين لوالديهم، فالبر والعاطفة في إرضاع الأطفال ورعايتهم. وصدق الله إذ يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكما أن للطفل حظا في صدر أمه وحنانه، فلا يفوتها أن تعلم أن المظهر الجمالي وكمال الأنوثة لها كامل الحظ وتمام النصاب للزوج المسلم. فلا تعمل المرأة حق زوجها أثناء الرضاعة، فلا تهمل المرأة حق زوجها أثناء الرضاعة، بل عليها أن تعطي لكل ذي حق حقه، كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء في حياته الزوجية. أيها الأحباب الصغار، هذه لمسات سريعة إيمانية، وهو الشريط الثالث الذي يمس الحياة الزوجية من قريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الأشرطة المسلمين، وستكون إن شاء الله 7 أشرطة بعنوان اللمسات المؤمنة للزوجة المسلمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبين أهلينا في خير، وأن يجعل منا ذرية صالحة وعقبا صالحا لا ينقطع، وأن يحقق فيهن رغبات طيبة مؤمنة صالحة في الدنيا وفي جنات النعيم. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. وبعد، فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء مع الشريط الرابع. أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا. أيها الأحباب، إن هذا الأمر وهو التعدد أو الزواج بأكثر من واحدة لم يشرع في الإسلام ليشبع المسلم غرائزه البهيمية، إنما شرع الزواج بأكثر من واحدة لحكم عظيمة، فإنها فوق ما يتصور بعض الناس وفوق ما يسوقه المستشرقون والكفار الذين يضحكون على المسلمين حيث يسخرون بالتعدد، ولكنهم يبيحون لأنفسهم التنقل بين أحضان الزانيات. فكثير من جهلة المسلمين يدخل هذا القول في ذهنه ويتشبع به، فإذا سمع بالتعدد أو برجل تزوج بأكثر من امرأة أو بامرأة تزوجت برجل عنده غيرها، فإنهم يكيلون له السب والشتم، ولكن لا ينكرون على من يسافر إلى خارج البلاد أو يتنقل بين أحضان البغايا والزانيات. ونحن نقول لهؤلاء الجهلة: إن أعداء الله قد ضحكوا عليكم، فإن الله عندما أباح التعدد في الإسلام أباحه لأمور كثيرة، منها
أن يشبع الرجل غرائزه عن طريق الحلال. وأما أولئكم الذين ينكرون علينا هذا التعدد فإنهم يبيحون لأنفسهم أن يخادنوا البغايا والزانيات، ولا يمنع أن يكون أحدهم له 10 خليلات أو أكثر أو أقل. ومن النساء أيضا من تخالل من تشاء من الرجال. أما الإسلام فإنه يمنع هذه الطرق الملتوية ويبيح طرق الحلال ليعف الرجل نفسه ويعف غيره. وتعلمون بأن المجتمعات التي تمنع التعدد وتمنع الزواج بأكثر من واحدة، أول عقوبة تراها أن تنتشر الفاحشة بينهم، لأن النساء عندما يحبسن عن الزواج وعندما يقصر الرجل على المرأة وكل واحد عنده مقدار من الرغبة والطاقة الجنسية، فلا بد وأن يذهب كل واحد لإشباع غرائزه بطرق غير طرق الزواج. وتعلمون حكم الزنا في الإسلام بأنه من أعظم الفواحش وأشد المنكرات. الزواج بأكثر من واحدة يدعو الرجال إلى الاكتفاء بزوجاتهم، ويدعو النساء إلى الاقتصار على أزواجهن، فينشأ من هذا حماية الأعراض من تعدي الآخرين عليها، ومن تعدى استحق أن يقام عليه حد الله. التعدد أيضا يقي مجتمعات المسلمين من الأمراض الخطيرة التي تحدث من جراء فاحشة الزنا. وأنتم تسمعون في هذه الأزمنة بأنواع من الأمراض المستعصية والتي لم يستطيع الأطباء أن يعالجوها أو يكتشفوا لها علاجا، وما حدثت إلا بعد أن كثرت الفواحش بين الناس. وأنتم تعلمون أيضا بأن الزواج من بأكثر من واحدة فيه إنقاذ للنساء من خطر العنوسة وخطر انتشار الفاحشة بينهن. وبقاء النساء في البيوت محبوسات وتركهن يتسيبن، هذا يدعو إلى تكاثرهن وإلى تعرضهن لخطر الحرام كما مر ذكره. ونحن وأنتم ترون هذا الأمر واقعا ملموسا في مجتمعات المسلمين اليوم. أيها الأحباب، اسألوا أنفسكم واسألوا غيركم، أليس زواج المرأة المسلمة برجل عنده زوجة أو زوجتان أو 3 غيرها، أليس ذلك خير لها من أن تبقى عانسا سائبة في بيت أهلها، وقد يموت والدها فتبقى يتيمة بعده، لا تجد من يحسن إليها ولا من يرحم أنوثتها، فتبقى محرومة طول حياتها أو تتعرض للحرام بعد ذلك؟ أليس ربع رجل أو ثلث رجل أو نصف رجل خير لها من هذه الحال؟ بلى والله. وليعلم هؤلاء الذين يحاربون هذا التشريع بأنهم على خطر. لقد انتشر بين الناس أن أي رجل له زوجة يفكر في الزواج بامرأة ثانية، إنه يعتبر في نظر بعض القاصرين رجل متهور لا يعرف قيمة الحياة ويعرض نفسه للخطر. وإن أي امرأة توافق على الزواج
برجل عنده امرأة أو عنده امرأتان غيرها وقد بلغت من العمر عتياً عمرها فوق 25 أو 30 ثم تتزوج رجلاً مسلماً من هذا النوع.